الخروج بالكرة بطريقة رائعة. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام على المستوى اللي يقدمه نادي أم صلول. الله 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 الله، الخروج بالكرة كان سليم، والإحساس بالزميل والتقدم واستغلال المساحات والفراغات في خط دفاع نادي الأهلي، وبعدها يسجل ناصر النصر أول أهدافه في هذه البطولة. ناصر النصر بدأ يستفيق، الأهلي بدأ يستوعب أن المباراة بإمكانه أن يعود من خلالها. إليس 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 مر، إليس خطير، إليس يبحث عن المساندة، إليس محاولة المرور، نعم ولكن راية. ذلك قرار سليم من حكم اللقاء من احتساب الهدف، المرور كان رائع، وبعدها المرور أيضا من حارس المرمى، وبعدها تسجيل الهدف بطريقة رائعة من إليس إبراميل. لم يشعر بالضغط، مر بطريقه رائعه فسجل هدف ثاني لصالح نادي ام مصر. عادت الكره سفيان هني، الوقوف في المكان المناسب، كره خطيره 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 خطيره، بالنيران الصديقه بالنيران الصديقه ياتي هدف التعديل. اتت بعد دربكه من دفاع نادي ام مصر، لم يبعد الكره بالشكل المطلوب، عادت الكره لصالح نادي الاهلي، العرضيه كانت مخادعه، حاول ان يبعدها بطريقه غريبه فذهبت الكره للشباك ليسجل هدف التعديل نادي الاهلي باقل مجهود.